السلام عليكم ورحمة الله، برحب بكل سادة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة إن شاء الله من برنامج المطعم. رجعنا طبعا بعد أجازة العيد، كل سنة وحضراتكم طيبين، رب الناس كلها تكون فرحت وانبسطت بأجازة عيد الفطر المبارك إن شاء الله، وربنا يعود علينا يا رب أيام مباركة، ويكون كلنا ربنا غفر لنا بأمر الله خلال الشهر الكريم. برحب بيكم طبعا في النهاردة، طبعا وبعد الاسبوع بتاع العيد بيبقى الاكلات تبقى خفيفه جدا جدا، وده اللي هنستكمله ان شاء الله خلال الاسبوعين اللي جايين. هستنى طبعا اي اسئله او اي استفسارات على ارقام التليفونات اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، من اي تليفون محمول 2600 او من اي رقم ارضي 0900 900، لو حابين تواصلوا من خلال البرنامج المطعم. مبدئيا كده وقبل ما نبدا نشتغل طبعا، كلنا طبعا بننعي قواتنا المسلحه في الشهداء. امبارح كانت ليله بصراحه، كلنا امبارح كنا متنكدين، كلنا نمنا امبارح متنكدين، ان شاء الله حقه ما يرجع بامر الله، وده اللي احنا واثقين فيه. كفايه ان احنا قاعدين في بيوتنا ونايمين ومرتاحين وهم على الحدود بيحمونا. رحم الله شهدائنا، وربنا يكون في عون اهاليهم. والله يعني هو ده اهم حاجه في الموضوع، ربنا يكون في عون اهاليهم، لان هم فعلا ان شاء الله باذن الله نحتسهم عند ربنا في الجنه بامر الله. رحم الله شهدائنا من القوات المسلحه، 10 جنود وظابط امبارح توفوا طبعا في سيناء، رحمه الله عليهم، ونحتسهم عند الله ان شاء الله من الشهداء. طيب خلينا بقى نشوف اول حاجه هنبدا بيها ازاي. عندنا فطير شرقي له عجينه سهله جدا. لو عايزه تعملي حاجات سهله النهارده وما فيش وقت عندك، موضوع منتهى البساطه، بنعمل الفطير واقول لك ازاي تقدري تعمليه على طاسه او تقدري حضرتك تعمليه في الفرن. طيب عندنا دقيق وملح وميه، بس دقيق وملح وميه، عجينه فطير عاديه جدا، دقيق بس يكون له عرق كويس عشان يطلع شويه فطير محترمين وما ينطرش السمنه او يطلع السمنه منه، فده مهم جدا. عندي 1 كيلو من الدقيق المخبوزات، عندي معلقه صغيره من الملح، وعندي ميه للعجن. تمام كده؟ تمام. اول حاجه بناخد عندنا الدقيق وبروح عندي على العجان، عندي بسم الله الرحمن الرحيم، هو طبعا كميه الدقيق دي كتير قوي على العجان، فانا هحط بس 1/2 كيلو، وبعد كده بقوم حاطط عندي شويه ملح صغيرين، وفي عندك حلين 2 للملح، ممكن تحط الملح مع الميه تدوبيهم الملح وبعد كده تبداي تعجني بيه، وده وقلت لك قبل كده ده الافضل، انا نسيت بس، لكن انت افضل حاجه ان انت تحط الملح تدوبيه مع الميه ان انت تعجني بيها، وبعد كده نبدا نشتغل بيه، ده يديك عرق افضل للفطير. مش الملح على العجينه نفسها او مع الدقيق نفسه، لا مع الميه نفسها. هبدا انزل ميه ونظبط مستوى الميه، نشوف هو محتاجه ميه تاني ولا حاجه، لو عايزه تضيفي ميه كمان. اهو. يبقى معانا ميه احتياطي هنا. لان انا محتاج طبعا عجينه تكون مفتوحه والعجينه تكون مخدومه كويس جدا في العجان. طالما حطينا مضرب الكف بشتغل بيه عادي جدا، ولكن ما تعليش السرعه خالص، سيبيه على السرعه ديت، هيطلع معاك العجينه مظبوطه زي الفل. ننزل شويه كمان، يعني النص كيلو مثلا ممكن ياخد 2.5 كوباية من الميه او 3 كوبايات الا ربع من الميه. فاهم حضرتك ازاي؟ يعني ايه عجينه مفتوحه؟ يعني عجينه ما تبقاش جابسه قوي معاكي في العجان، يعني احنا مثلا شويه كده ونبص عليها، ما تبقاش ماسكه معاكي، تبقى سايبه معاكي كده، بس ما تلزقش في ايد. ده مهم جدا، يعني العجينه نفسها ما تلزقش في الايد لو جيت مسكتها. ففيها سنس كده، لو اتظبط معاكي الفطير مش هتبطلي تعمليه في البيت، ده حقيقه يعني. ونقدر نعمل منه طبعا، هنعمل منه الحلو وهنعمل منه الحادق دلوقتي. اعتقد كده الميه تمام مظبوطه بالنسبه لي جدا جدا. طيب هنا بقى بنبدا نجيب عندنا، بنعمل عندنا اللحمه المفرومه، هعصجها، هجيب عندي بصلايه ونبدا اللي احنا نفرمها فرم ناعم. بسم الله. ربع كيلو لحمه مفرومه، اللي عايز يجيب بقى فراخ يحط فراخ، اللي عايز جمبري، الحشوات طبعا يعني ترجع لحضرتك جدا، لكن هي اكتر حاجه طبعا معشوقه بالنسبه لنا هي اللحمه المفرومه، فهعمل حشوه باللحمه المفرومه ان شاء الله والجبن دلوقتي اوريها لحضرتك على ما العجينه تبدا اللي هي ايه تتعجن معايا.
ناخد عندنا البصل، حط عندي شويه صغيرين جدا من السمنه. اسف يا جماعه، ثواني، السمنه بحسبها سمنه، والله ما اعرف يا سمنه ولا عسل، هي سمنه ولا عسل يا هاله؟ ايه دي سمنه صح؟ سمنه، انا افتكرت اللي هي شربات يعني، دي سمنه سايحه. تمام اوكي، لا تمام زي ما احنا. تعالوا بقى نحط عندنا البصل، نبدا ان احنا نقلب عندنا البصلايه دي كده، ندبلها حاجات بسيطه جدا. وبعد كده بنقوم واخدين عندنا اللحمه المفرومه اللي احنا هنبدا نعصجها، بسم الله اهي. ونقوم واخدين عندنا يعني شويه حاجات كده حلوه بقى، نبدا ان احنا نظبطها بيها، طماطم عندنا، فلفل الوان، فلفل اخضر واحمر واصفر. ونبص على العجينه اخبارها ايه. كده بقى نشوف العجينه محتاجه ميه تاني، محتاجه كلام تاني اعتقد. بص بقى بتلزقش في ايدي ازاي العجينه، ايه ماسكه سايبه اهي، شايف عامله ازاي؟ بس مش هينفع نشيلها على طول بقى ونستخدمها دلوقتي، لا محتاجه تتخدم اكتر عشان تبقى ناعمه معايا، ما تبقاش فيها التخاريز اللي انت شايفاها ديت، تبقى ناعمه. فاسيبها في العجان وبراحتها بقى خالص لحد ما تظبط معايا. ليه كده؟ طيب هنا بقى تمام، هنا باخد عندي فلفل اصفر واحمر، ونقوم واخدين الفلفل الاخضر قدام حضراتكم اهوت، ناخد منه شريحه برده حلوه للحمه المفرومه، وطماطم هاخدها نصها برده، والنص الباقي ده النصاص اللي انا سبتها ديت بقى هعمل بقى ايه؟ هعمل بقى حاجات تانيه هحطها على الوش نفسه. هاخد الطماطم فلفل الوان الاحمر جميل تمام يا حبيبي، وفلفل اصفر جميل الكلام، هنفرمه فرم ناعم. وبعد كده عندنا الفلفل الاخضر نفس الكلام، افرمه برضو مع الطماطم جميل اهو. خدنا شويه الخضره دول، ونروح فين؟ عندي على اللحمه المفرومه، وهنحط لها شويه ميه لكن مش دلوقتي. واي لحمه مفرومه بتبداي انت تعصجيها حاولي تهدي عليها النار، ما تبقاش النار عاليه على اللحمه المفرومه، خصوصا البنات اللي لسه داخله في الجواز وكده، فالموضوع الحاجات دي بتبقى صعبه بالنسبه لهم. خلي بالك اللي هو بيعلوا النار على الاخر، ما تعليش النار على الاكل، في اكل يتعلى عليه نار وفي اكل ما يتعلاش عليه نار. من ضمن الحاجات اللي بتخبيها على التسويه هاديه زي اللحمه المفرومه، ما تعليش النار، خلي النار بتاعتك تبقى متوسطه. اللحمه بص هتلاقيها بتفك براحتها، وهتلاقيها ماشيه معاكي عنب معاكي. نبص هنا على العجان ونبص ايه الاخبار اهو. الله، شايف العجينه؟ عايز اوريك الملمس بس بتاعها عامل ازاي اهي، حلوه جدا. بص مفيش حاجه بتلزق في ايد خالص اهي، نقوم سايبينها تخدم كمان شويه. ونقوم واخدين عندنا الطماطم والفلفل الالوان والحركات الحلوه ديت، نقوم حاطينها على اللحمه المفرومه. وبعد كده نقوم حاطين عليهم شويه الفلفل الاسمر، وحاول تخلي شويه الملح في الاخر عشان ما تخرجش منك، تبقى ناعمه معاك اللحمه المفرومه. خلينا بقى على ما اللحمه تتعصق والعجينه بتاعتنا تبدا اللي هي حضرتك يعني تخدم معايا كويس، ناخد فاصل صغير ونرجع نبدا نشتغل التطبيق بتاعنا بعد الفاصل نواصل ان شاء الله. زي ما انتم شايفين حضراتكم اللحمه قدام حضراتكم، اللحمه المفرومه اديتها بس معلقه صلصه صغيره جدا، واحنا في الفاصل كده ظبطناها، ونبدا نديها ايه شويه الملح بتوعنا قدام حضرتك عشان تطلع معايا ان شاء الله الايه الملح يبقى مظبوط. وحاول على قد ما تقدري في موضوع الملح وانت شغاله، بلاش نحط ملح كتير في الاكل، حاولي على قد ما تقدري قللي الملح.
فاهمة ازاي؟ انا لما باجي اطبخ في البيت بصراحة احط شوية ملح صغيرين، ما بكترش الملح خالص. يعني حتى اللي ياكل اكل يقول لك ايه ده محتاج ملح، انا بحب كده يبقى محتاج الاكل يبقى فيه محتاج ملح، لكن بلاش الملح يبقى كتير قوي في الاكل، صدقيني الحاجة بتبقى صحية اكتر. احط شوية مية سخنة على اللحمة المفرومة ونسيبها عندنا تتبخر بقى معايا شوية. اول لما الاقي المية ديت خلاص نشفت معايا، حلو الكلام، واللحمة شربتها او تبخرت، السايل ده تبخر طبعا، ما البخار ده بيطلع كله من المية، بنبدأ حضراتكم اللي احنا ايه نشيل اللحمة المفرومة كده جاهزة معايا. طيب تعالوا نشوف العجينة اللي احنا عملناها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفة المطة بتاعت العجينة عاملة ازاي وانا بشيلها؟ بصي ما بتقطعش اهو، مشيلها اهيت اهي، اقوم ايه واخدينها كده نقوم حاطينها قدام حضراتكم كده. بسم الله. استاذه مريم ازيك؟ اهي شايفه العجينه ما شاء الله. استاذه مريم. الو. ايوه استاذه مريم ازيك؟ ازيك يا شيخ محمد، عامل ايه؟ الحمد لله بخير يا استاذه مريم، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه وبالصحه والسلامه يا رب. انا بس كنت بصبح عليك وبقول لكل عيلتي كل سنه وهم طيبين. كل سنه وهم طيبين، وانا كمان بنبعت لهم احلى تحيه هنا من برنامج المطعم، وعيد سعيد عليكم جميعا. شكرا يا مريم. تمام ناخد مدام نديم معانا. الو الو يا مدام نديم. مدام نديم ازيك؟ الو. ايوه يا فندم ازاي حضرتك؟ ايوه ازيك يا شيخ محمد؟ ازاي حضرتك يا فندم عامله ايه؟ ايوه ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم بخير. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا فندم بالصحه والسلامه يا رب. الحمد لله كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا فندم الله يخليك. انا بشكرك جدا 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 جدا. ربنا يخليك على كحك النعم بتاعك. ربنا يخليك يا فندم والله بالهنا والشفا، بالهنا والشفا والله الحمد لله. ربنا يخليك يا رب. لا شكر على واجب. على كل حاجة حلوة بتعملها بصراحة. لا شكر على واجب يا فندم. الله يديك الصحة. ده واجبنا والله يا فندم، ربنا يحفظك. أنا ما عنديش ولاد بس كان نفسي أجيب يعني يبقى عندي ولاد زيك كده. ابنك والله تحت أمرك في أي وقت. وخد رقم من هالة وتحت أمرك في أي وقت، ربنا يحفظك. أمريني يا ست الكل لو ليك أي سؤال. شكرا شكرا يا أستاذة نديم. وربنا يعوض عليكي عوض الصابرين إن شاء الله. شايفة العجينة اهي، نقوم لمينها كده، عملنا مثلا نص كيلو ده على اربع فطاير كده يكونوا حلوين. جميل. بنقوم جايبين عندنا صاج او صينية عندي بتكون مدهونة زيت، نقوم حاطين عندنا الفطير اهو او العجينة بتاعتنا المفتوحة الحلوة ديت، حاطينها واقوم واخدها كده واقوم دهينا زيت كده من فوق، فاهمة ازاي اهي. وطبعا بنسيبها ترتاح حوالي نص ساعة، كل ما ترتاح كل ما يكون افضل بكتير جدا. جميل. ده بالنسبة لإيه؟ هجيب بس كيس مفتوح. تمام. أم رمز ازيك؟ ازيك يا محمد؟ ازيك يا أم رمز عاملة إيه؟ كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة يا غالية. معرفتش أكلمك في رمضان خالص، كنت بصايم بقى. كل سنة وأنت طيبة، لا ده أنا تحت أمرك، الله يخليك. الله يخليك يا محمد، ربنا يبارك فيك ويخلينا كلنا. الله يحفظك يا ست أم رمزي. الله يخليك. بقول لك يا محمد اتفضلي. انا عايز اعمل دلوقتي صوصروف. ايوه تمام. اعمله بطريقه البيض الكامل ولا افصل البياض عن الصفار؟ طب انا اقول لك على حاجه افضل تطلع معاكي الحاجه مظبوطه زي الفل. اشتغلي جيبي الاسبونش الجاهز، فاهمه ازاي؟ وما تحاوليش تخنيه قوي في الصاج، وسويه وبعد ما يطلع حط عليه ورق زبده على طول، بعد ما يطلع بخمس دقائق كده يهدى شويه حط عليه ورق زبده، وبعد ما يبرد خالص اعملوا له ستريتش ودخليه التلاجه، وبعد كده طلعيه ولفيه سويسرول، هيطلع معاكي زي الفل. طب خلاص. دي نتيجه مضمونه 100%. خلاص انا هبعت اجيبه دلوقتي. ماشي يا فندم، بالهنا والشفا يا ست الكل. شكرا ليك. لان السويسرول يا جماعه عشان يتعمل الستاندرد بقى والصفار البيض والمارينج والحاجات دي كلها بيبقى صعب على الناس. بيبقى صعب، التكنيك بتاعه صعب، مش اي حد هيظبطه، محتاج صنعه. بصراحة يعني محتاج صنعة. احنا هنا بنقول على كل الحاجات الخاصة بصنعته وكل حاجة، ولكن انا بكلمك كست بيت، لا انا بجيب الاسبونش عادي جدا، وبدل ما تخنوه برفعه في الصاج
واقوم مدخله الفرن على درجه حراره 190، يطلع اخليه يبرد شويه، اقوم حاطط عليه ورقه زبده، اسيبه يهدى ربع ساعه، اديله استرتش، واقوم مدخله الثلاجه، اطلعه وابدا احط له الكريمه والفه، هيطلع معاك شويه سويسرول زي الفل. طيب هنا افصل على الكلام الجميل ده، واللحمه المفرومه خلاص اتعصجت معانا وبقت تمام التمام. نبدا نعمل ايه بقى؟ الفطير زي ما اتفقنا لازم يرتاح بالربع ساعه او نص ساعه، كل ما يرتاح معاك كل ما يكون افضل بكتير جدا. نجيب عندنا الرخامه ونقوم ايه واخدينها بزيت بقى، دهنينها بزيت يعني مش كتير بس عشان الموضوع يمشي معايا يبقى حلو. تمام، اهو نبدا نعمل ايه بقى؟ اقوم واخد عندي العجينه ديت، بصي ما شاء الله عامله ازاي، نبدا نفرد العجينه. حاضر يا استاذ، من عينيا، بصي بايديا، بصي ولا مردنه ولا اي حاجه. بصي فطير في البيت بيتعمل سهل يا جماعه، سهل جدا جدا، ولا تهوي بقى زي الصناعيه ولا اي حاجه، انت العجينه بس تطلع مظبوطه معاكي. بصي تاخدي العجينه بتاعتك اهي، حط زيت تحتها وتبدا ان انت تفردي، قطعت مني حاجات بسيطه كده عادي ولا يهمك، شغال زي ما انت اهو، تبداي تهوي كده اهو. نطلع فاصل صغير كده ان شاء الله، وبعد الفاصل نواصل. نبدا نفرد العجينه بقى، بص لحد ما تبقى ايه الرقبه بتاعتها رفيعه جدا جدا زي ما حضرتك كده شايفه. المهم بقى في ايه، في طريقه الحشو، شفتي اهي شايفه ما شاء الله. على فكره في طريقه ثانيه لفرد العجينه برضو، بص عامله ازاي رقيقه جدا، طريقه ثانيه اللي حضرتك يعني تسيبيها مفروده كده وتريحيها دقيقتين وبعد كده تفرديها ثاني، هتلاقيها مشيت معاك زي السكينه في الحلاوه ان شاء الله. طيب بنعمل ايه دلوقتي بقى؟ بقوم واخد عندي حاجه بسيطه جدا 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 من السمنه عليها كده عشان طبعا تديني التوريقه اللي انا محتاجها، مش كتير طبعا، حاجات بسيطه ولا تشيل حروف ولا اي حاجه، وتقوم واخده دي من كده على هنا، وتقوم واخده دي كده تمام، وبعد كده احط الحشو. ليه؟ لان لو حطيت الحشو عليها هتبقى رقيقه جدا، الحشو ممكن يتشال منك. نقوم جايبين عندنا شويه جبن حاطينهم هنا، شويه من الزيتون، وبعد كده نقوم جايبين عندنا جبنه شيدر موجوده عندي، لو موجوده تبقى حاجه كويسه جدا. وبعد كده بقوم جايب عندي سلامي زي ما حضراتكم كده شايفين، وشويه جبن كده من فوق عليها عشان تمسك معايا المواضيع الحلوه ديت، وبكده تمام التمام. عايزه تجيبي مثلا شريحتين طماطم مفيش مشكله، بس يا ريت تكون الشرايح تكون رفيعه زي اللي قدام حضرتك ديت، تكون افضل. واخد عندي الطماطم ديت ونقوم حاطينها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. هنسوي في ايه؟ هنسوي في طاسه، يعني بلاش ايه فرن ولا اي حاجه، هنسوي على طول في طاسه ونشتغل بيها. اقوم واخد دي وبعد كده نقوم واخدين دي كده، واقوم لافف ديت عليها كده من فوق، ولا اجدحها فطاطر يا باشا، مع احترامي طبعا اليوم ده هم الاساتذه، بس انا بعمل حاجات لست البيت اهو. بص التوريق عامله ازاي، باينه هي هتطلع ايه معاكي من الطاسه. نقوم قلبينها على الوش التاني ونبدا ان احنا نديها فرده كده بسيطه جدا بايديا، عشان انا هسوي في ايه، هنسوي في طاسه. الفكره ان الطاسه بتاعتك ما تبقاش سخنه قوي، على قد ما تقدري تحاولي تخليها على نار وتكون متوسطة. حط عندي معلقة سمنة أو معلقة زبدة ممكن نسوي فيها، ويا ريت تريحيها نص دقيقة أو دقيقتين على الأقل أهي. نقوم واخدينها كده زي ما هي ونسيبها هنا نريحها شوية، وبعد كده نبدأ احنا نسوي. تعالي نجيب واحدة تانية ونشتغل فيها، بنفرد من غير مردنة ومن غير أي حاجة بإيديا، الرخامة عندي بتبقى فيها زيت
من الصابع كده بنبدا ان احنا نفرد اهي، وزي ما اتفقنا بعد يعني بعد ما تفرديها كده بتقومي سايباها دقيقتين كمان ما تجيش ناحيتها، وبعد كده تبدا انت تفرديها تاني هتلاقيها ظابطه معاكي. تعالى ناخد الفطير حطها عندي على الطاسه ونبدا نسوي. هل ينفع نسوي في الفرن؟ اه طبعا ينفع نسوي في الفرن مفيش مشكله، هسوي لك الفرن دلوقتي اوريك. افرد وقلت لك اهي لقيتيها اتقطعت منك عادي كملي مفيش مشكله خالص يعني مش هيحصل حاجه يعني. طبعا كل ما تطلع معاكي مظبوطه وما تبقاش متقطعه كل ما يكون الحاجه طالعه مره اكتر، لان التقطيع ما بيخليكيش تفردي يعني طول ما هي ما بتقطعش طول ما انا هقعد افرد فيها اهي. نسيب دي ونقوم واخدين على اللي بعدها على قد ما اقدر ارفع دي. هنعملها بايه؟ باللحمه المفرومه. هو مش شايل الطاسه ديت وجايبين عندنا طاسه ثانيه، وهنا درجه الحراره كام؟ 8 اه درجه الحراره تكون ايه متوسطه شويه كده، وهم جايب شويه سمنه عليها او معلقه زبده نقوم حاطينها في الطاسه كده ونلمعها عشان نحط عليها الايه الفطير. يا استاذ محمد ازيك؟ يا استاذ هالة. استاذ محمد ازيك؟ هو كان بيت هالة مش فاهم هي كانت بتنادى عليك يا هالة عشان تخش البرنامج. ايوه والله بقيت مشهوره قوي يا هالة. ايش عايز اخد الحته اللي في النص دي. بص 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 تقوم جايه اللي في النص كده ايوه عشان ايه ما تبقاش تخينه معايا تطلع معايا مظبوطه بفضل الله. طيب اقوم جايب تعالوا نقلب بس الفطير اللي عندك ده يا عم جمل. نجيب ايه نقلب دي ماشي يلا بينا. لا لسه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فطير مشلتت. هو نفس العجينه بتاعت الفطير المشلتت على فكره يعني ونفس التكنيك كمان. احط عندي شويه سمنه صغيرين وها ايه المع حاجات بسيطه. وقلنا لك ازاي تحشي ما بتحطيش الحشو هنا دلوقتي، لا بتقومي واخده الطرف ده كده والطرف التاني عليه كده من فوق فاهمة ازاي؟ وبعد كده نحط الحشو هنا ونبدأ نشتغل عادي. ادي اللحمة المفرومة بس بلاش نحط اللحمة المفرومة كده على طول. ممكن نديها شوية سلامي كده صغيرين عشان اللحمة سخنة على العجينة قوي. نحط عندنا شوية اللحمة. فاهمة ازاي اهو؟ وبعد كده نقوم واخدين عندنا الطرف ده اهو نقوم حاطينه كده. وبعد كده ده نقوم واخدينها وقافلين بيها كل الكلام الحلو ده. والحروف ديت مسكنها كويس. وبكده احنا ايه جاهزين دقيقتين ونسوي على طول في الطاسة اللي جنبها. تعالوا نقلب دي نشوفها. ايه الأخبار؟ يلا بينا هوبا يلا بينا يلا بينا يا باشا. بص طالعه ما شاء الله عامله ازاي بقى التوريقه الجميله. سيبيها كمان احنا عاملين على نار تكون متوسطه عشان تطلع معايا مظبوطه. انت بالذات ولا بقى تقومي ايه قلبها عادي جدا يعني لو ما عرفتيش تعملي موضوع الحركه الطاسه دي. بسم الله هوب يلا بينا. مين يا فندم؟ استاذه ملك ازيك؟ الو معلش يا استاذه ملك حاول تصل بينا تاني. ممكن نعلي هنا شويه النار
هي مهمة قوي تعريف النرد في الأول عشان تورقها وبعد كده نبدأ نكمل الشغل. ما هو لو في الفرن بقى. هنحط دلوقتي بقى عليها من فوق، يعني دي اللي أنا أعملها ديت على الوش من فوق. هنحط جبن. يلا. لو لقيتيها كده ماسكة معاكي بتديها شوية زيت كده صغيرين على الرخامة. يبقى القصة في ايه؟ في العجينة. القصة ان انت تعملي عجينة تكون مفتوحة عشان تطلع الفطيرة معاكي صح. انا ولا بفرد ولا بهوي ولا بعمل كده ولا حاجة، كل حاجة قدام حضرتك على اي رخامة عندك تشتغل عليها. يا ام احمد ازيك؟ ازيك يا شيف محمد؟ كل سنة حضرتك طيب. انت طيبة يا ام احمد، ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ عامل ايه؟ الله يخليك ويبارك فيك يا رب. كل سنه وانتم طيبين كلكم، وحضرتك طيبه بالصحه والسلامه يا رب. ربنا يحسن ما بين ايديك يا شيخ. الله يخليك ويحفظك. تسلم يا ست الكل. تسلم ايدك على كل حاجه بتعملها. الله يكرمك يا فندم. الله، حضرتك فيك وحش. ربنا يخليك، والله انت اللي وحشنا جدا. كل سنه وحضرتك طيب واولادك واهلك كلهم طيبين. وحضرتك طيبه يا فندم بالصحه والسلامه، والله ربنا يحفظك. ليك اي سؤال؟ الله يخليك، اطمن عليك بس. الله يخليك يا فندم، تسلمي. كل سنه وانت طيبه وسلامي لكل اسرتك يا ست الكل. شكرا يا ست ام احمد. نسيبها كده ونرجع هنا نشوف الاخبار. شايفه الفطير؟ شايف عامل ازاي؟ نسيبها كمان شويه. دي بقى هنسواها فين؟ هنسواها في الفرن، يعني اللي انا هعملها ديت هندخلها الفرن دلوقتي. عشان هنديها الجبن من فوق، شفت نظام البيتزا؟ هي نفس نظام البيتزا بالظبط. بس ايه؟ فطير. افرد. ولا حد جنبك يعمل معاكي ولا هوا، انت بتعملي كل حاجه بايدك اهو. الفتره دي كمان فتره صعبه جدا على الامهات، الناس اللي طالعه من العيد طبعا ودخلت في موضوع الامتحانات على طول، كان بجد الموضوع كان صعب جدا. عندي في البيت كده يعني برضه، فكان الله في العون. حلو جدا. تعال نجيب عندنا الفرشة دي، هنعملها سادة وهنديها جبن من فوق. معلقتين كده سمنة صغيرين، نقوم واخدين دي كده، وبعد كده نقوم واخدين دي كده، نحط شوية معلقتين سمنة ونقوم مطبقين دي هنا. ماشي الكلام الجميل ده اهو، نقوم مطبقين دي وكده. جميل. ونقوم سايبينها كده ترتاح شويه حوالي دقيقتين او ثلاث دقائق كده كمان، ونفرد ونبدا ان شاء الله اللي احنا ايه نحط لها الجبن من فوق. تعال نقلب ديت. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. يا استاذ محمد. الو. الو استاذ محمد، ازيك حبيبك؟ محمد عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله والله يا استاذ محمد. ايه الاخبار يا حبيبي؟ الحمد لله والله يا باشا. ربنا يخليك يا حبيبي. تقورني يا محمد. كل سنه وانت طيب الاول. كل سنه وانت طيب يا باشا. وانت طيب. مو عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله والله. ربنا يخليك ليا يا ابو حميد. تسلم. محمد المسكر يا باشا. حبيبي يا مسكر، ربنا يخليك ليا. امشي روح حكه لو انت مش محمد. يا قول يا رب يا مسهل. ادعي لنا بقى. وربنا انت منور الدنيا كلها. ربنا يخليك يا مسكر يا حبيبي ويكتبها لك ان شاء الله. بس روح انا وانت. ماشي ان شاء الله يا رب. احنا كنا 2018 هناك، نروح تاني. حبيبي يا باشا. الله يخليك يا حبيبي، تسلم. كل سنه وانت. عايز ميعاد ميلادي امتى يا باشا؟ يوم امتى ان شاء الله؟ هيبقى العيد 27/7. ايوه. بس انا عايزك تعمل انت تورته يا شيخ محمد. عينيا يا حبيبي والله، من عينيا الاثنين. حاضر حاضر يا بس انا استناك. عينيا عينيا الاثنين. هلا تفكرني ويعمل لك احلى تورتايه. شكرا يا مسكر، شكرا. يلا يا حبيب قلبي. خلينا ناخد بس الميكس جبن ديت يا استاذ. بص عليها كده من فوق اهي، زي البيتزا يا جماعه بالظبط. ونديها حركات وندخلها عندنا الفرن على درجه حراره كام؟ 190، ونشوفها طالعه عامله ازاي. نكمل ولكن بعد الفصل.
ورجعنا تاني بعد الفاصل. عملنا الفطير في الطاسه زي ما حضرتك كده شايفه، او تقدري تاخديها اهوت في الصاج، وابدا ان انا افردها كده ونعملها ساده. هنقوم مدخلين الفطير ديت فين؟ في الفرن درجه حراره كام عاليه. عندنا واحده بالجبنه برده حلو قوي، فتقدري تعملي في طاسه او في دي. طيب نقدر ان احنا نشتغل بيها ونهوي بقى. ممكن نهويها بقى بايدينا، وهعلمك ازاي. سهله جدا، اهي بتفرديها زي ما اتفقنا كده بالراحه خالص، ما تضغطيش على جنب وتسيبي جزء، يعني تضغطي على جزء وتسيبي حته ثانيه، لا حاولي كل الضغطه كلها تكون واحده عشان تطلع بفضل الله كلها معاكي ايه مظبوطه. وبعد كده تقومي ماسكاها كده ايديك ديت كده، بص صبعك ده هنا اهو، ودي هنا كده تمام، ودي تبقى ماسكاها من هنا كده، وتبداي تشيليها كده وتفردي كده، فاهمه؟ تاني كده، صبعك ده هنا هنا تمام، والاربع صوابع دول هنا، الاربع صوابع دول موجودين هنا، ودي بتمسك دي كده بتشيليها وتقوم عاملاها كده. نعمل تاني بس ايه اسرع بقى شويه، اهي شايفه ازاي، اهي فاهمه ازاي. ونحاول بقى نفرد على قد ما نقدر. طبعا احنا مش صناعيه يعني زي الناس الثانيه، هما بيفردوا بقى بدرجه مش طبيعيه، لكن احنا على قد ما بنقدر. بعلمها لك ازاي لو عايز تعملها في البيت، سهله يعني، هي كل حاجه ممارسه في الدنيا. انت لو انت تمرست عليها وعملتها كذا مره هتلاقي الموضوع والله سهل جدا. دي هنعملها حلو بقى، فاهمه ازاي؟ اهي نفرد بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ما شاء الله اللي هي جوه في الفرن بالجبن ماشيه حلو جدا مزيكا. ايوه انا عايزها سخنه بقى، حلو قوي دي، على قد ما نقدر نهوي فطير تاخديه حلو بالدقيق، يكون حلو جدا ومخصص للفطير، وفي نفس الوقت العجينه تكون مخدومه حلو. انا هوريك دلوقتي اللي احنا عاجنين على الهوا يعني نقدر نشتغل بيها دلوقتي. استاذه الاء ازيك؟ ازيك يا استاذه الاء، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما، والله في نعمه الحمد لله. طب احنا ما عندناش عجان وعايزين نعجن الفطير، بايدك بايدك مفيش مشكله خالص. بايدي؟ طبعا مشكله يعني؟ بالايد عادي جدا. ماشي فاهمه ازاي؟ ماشي حضرتك. طيب وانت طيبه، يعني الموضوع سهل جدا يا جماعه، بالايد هيطلع معاك حلو. اصلا العجين كنا زمان كنا بنعجن ازاي؟ ما كانش في عجانات ولا كان في حاجه، كان بالايد باللي هنا بقبضه الايد ديت، وتبداي انت تعجني العجينه، تاخدي واحده هنا يمين واحده شمال، تلاقي العجينه خدت العرق بتاعك المظبوط. حط عندي معلقتين اتنين السمنه، تمام؟ ولا يهمك. نقوم واخدينها كده التانية ازاي. زي ما اتفقنا السمنه مهمه جدا عشان هي اللي بتورق معايا الايه المواضيع. تعالوا تشوف اللي في الفرن يا استاذ اخباره ايه. ايوه ما شاء الله ديت، شايفه التوريقه عامله ازاي؟ التوريقه بتاعت الفطير عشان بس تعرفي اللي هو طالع مظبوط، التوريقه بتاعته ما ولا سمنه طلعت. بص لو انا مليت كده مش هتلاقي في سمنه طلعت ولا حاجه، لان انا حاطط سمنه قليله جدا. طالع مورق اهو، بص ما شاء الله القرمشه بتاعته عامله ازاي. خليه يكمل ومعانا واحده ساده كمان. فطير اهم حاجه تريحيه شويه قبل ما تسويه. وقبل ما تاخدي التانية ديت بنقوم واخدين عندنا شوية شوكولاتة كده حلوين، ونقوم حطينا هنا هنا. يا فندم يا حاج عاطف. الو ازيك يا حاج عاطف؟ الو ازيك؟ ازيك يا حاج عاطف؟ ازيك يا شيف محمد؟ ازيك يا عم عاطف عامل ايه؟ الو ايوه يا حبيبي سامعك. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله بخير. انا الحاج عاطف الشرباجي من دروه. اهلا وسهلا يا حاج عاطف. انت عامل ايه يا حبيب؟ الحمد لله يا حبيب قلبي. كل سنه وانت طيب. المنصوره. اهلا وسهلا احسن ناس. انت عامل ايه يا بابا؟ الحمد لله كمان بخير والله. ازيك
ازيك يا ابو انس؟ الحمد لله، ربنا يكرمك. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب يا عم عاطف يا غالي، تسلم. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، تسلم، ربنا يكرمك. سلام لكل الاسره الكريمه يا عم عاطف. اقفل من الجوانب دي كويس قوي اهي، ومن هنا برضو عشان دي فيها ايه، شوكولاته، فمش عايزينها تسيح بره. وبكده الفطيره تكون ايه جاهزه معايا. نقوم واخدين عندنا الطاسه، نحط فيها شويه سمنه صغيرين قوي، بسم الله. نقوم واخدين الباشا الحلو ده، عايزك بس استاذ ايه هننقله هنا استاذ جمل، الله يخليك يا بيه، الله يخليك. نقوم حاطينها هنا، وتعالوا نشوف الساده واللي بالجبن. لا لسه دقيقه كمان افرد. تعالوا بقى نشتغل باللي احنا عاملينه على الهوا، هل ينفع؟ تعالوا نبص عليها اهي، دي عجينه الهوا اهي يا باشا. العجينه اللي عاملينها على الهوا اهي، ما تحطوش زيت كتير عشان تمشي معاك حلو. انت واخده بالك من النعومه بتاعت العجينه نفسها اللي عامله ازاي؟ لانها اتخدمت كويس. طالما اتخدمت كويس في العجن تمشي معاكي ملبن. حبينا كده نبدا اول يوم بعد ايام الفطر المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين، بحاجه كده بسيطه الفطير، وقلت لك ازاي تقدري تعمليه غير صنعه خالص ومن غير اي حاجه خالص. العجينه بتتعمل بتفرد عادي جدا، تقدري اي ست بيت تعملها واي بنت تعملها. وقلنا لك على كذا طريقه للتسويه، اما تسويها عن طريق الطاسه اللي في الفرن اللي على البوتاجاز او في الفرن. طبعا انا مرققه قوي والطاسه كبيره، خلي بالك، لان لو انا متخنها مش هتستوي معايا من جوه. فانا على قد ما بقدر النار بتبقى متوسطه، بحط الفطير، الطاسه بتبقى سخنه شويه عشان يطلع معايا يتورق معايا وفي نفس الوقت يستوي من جوه. ده مهم. طول ما العجينه جايبه معايا فرد افرد، يعني طول ما هي بص الاطراف ديت جايبه معايا افردها. في ناس بتشيل الاطراف ديت، بص ازاي كده اهي، تاخد الطرف ده كده هتلاقيها بتكر معاكي. دي بقى تطلع مورقه قوي اهي، شايفه الاطراف ديت تطلع، وتاخدي العجينه ديت تاني تحطها فين؟ تحطها تاني في العجين نفسه او اللي انت هتفرديها التانيه. بص تلفها كده بايدك اهي، فهتطلع معاك التوريقه بتاعتها مظبوطه جدا. تعالوا نشوف ما شاء الله اللي في الفرن. بص ديت، الله، دي اللي هي محشية من جوه. وناخد عندنا السادة محتاجة من تحت حاجات بسيطة. اللي من تحت دي هنعمل فيها ايه؟ هنديها شوية من اللبن وشوية من السكر. اللبن موجود اهوت، السكر البودر موجود، معلقة سمنة، تمام اهي ماشي. ناخد الطرف اهو، الاطراف بتاعتنا بص ديت التقفيله مختلفه شويه اهي، تمام اهي، شايفه التوريق عامله ازاي؟ بص الورق عامله ازاي اهي، حاطينها ودي وكده وكده كده وكده. وبعد كده نقوم شايلينها كده ونقوم لفينها ونقوم سايبينها. دي حلوه قوي، دي هنسيبها بالظبط 10 دقائق كمان تكون مغطينها
بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، نقوم واخدينها كده وحطينا هنا واسيبها عندي ترتاح حوالي ربع ساعه، وبعد كده نقوم فردينها ونسويها، بتطلع التوريقه بتاعتها احلى واحلى كمان. خلينا ناخد فاصل ان شاء الله، بس قبل ما اطلع فاصل يا جمل هعمل حاجه مهمه جدا. هناخد عندنا الفطير زي ما حضراتكم كده شايفين لسه طالع، واقوم واخد عندي بس السكينه، السكينه اهي وهي طالعه سخنه. تمام، نكون محضرين اللبن والسكر البودر كده، تمام، ونقوم واخدينها كده سقينا باللبن وهي سخنه، وبعد كده نقوم واخدين عندنا شويه سكر بودر عليها من فوق ونقدمها. اللي عايز يحشيها كاستر بقى يحشيها زي ما هو عايز، بس بص التوريه عامله ازاي. كل ده هتلاقيها طريه بقى معاكي وماشيه زي السكينه في الحلاوه معاكي ان شاء الله. تعالى بص اللي بالشوكولاته بقى اهي، واخده اللون الذهبي والتوريقه المظبوطه. خلينا ناخد فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل نوصل. بعد الفاصل وقلنا طريقتين حتى للفه كمان تقدري انت ايه تعمليهم في البيت. ممكن نقوم جايبين عندنا شويه زيت صغيرين، وقلت لك طريقه اللفه ازاي تقدري تعمليها دي اللي احنا عاملينها قبل الهوا اهيت، وايه وفردناها وعملناها مدور وسبناها. بعد ما لفيناها كوره كده بتقوم واخداها وبنبدا اللي احنا نفردها. كل ما ترتاح معاك كل ما تتفرد معاك افضل يعني. انا مش فاهم انا بعملها هنا ليه اصلا، وانا كده كده اصلا اخدها على طاسه. ايوه كده، دي بقى بيريحها قوي عشان وانا بسويها في الطاسه ما تاخدش معايا تسويه، وفي نفس الوقت على طول تستوي معايا على نار عاليه تطلع معايا زي الفل. بص ما شاء الله العجينه عامله ازاي، ولا بتقطع ولا الهوا. نقوم واخدينها سواء او سجاد بقى نجيب الحاجه، شكرا، واقوم واخد يا استاذ ديت، بسم الله الرحمن الرحيم، نقوم واخدينها كده حطينا عندي في الطاسه، وقلت لك ان احنا ايه مرققينها قوي دي، هنعملها ايه ساده. ناخد الثانيه كده، اللي عايز يحشيها بقى من فوق جوه قشطه فستق، اللي عايز يحشيها مكسرات سوداني براحته يعني، هي تنفع حلو وتنفع حادق. كل شويه كده ايه ايديا فيها حته شويه سلمه صغيرين كده. استاذه ندى ازيك؟ ايوه. ايوه يا فندم ازيك، عامله ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. اهلا وسهلا. انا بحب حضرتك جدا، انت اكلك جميل. الله يخليك يا فندم، والله ده من ذوقك. كنت عايز اسال عن الفراخ بالفرن. الفراخ من عينيا الاثنين، حاضر. حاجه تاني؟ لا شكرا. شكرا يا فندم، مع السلامه. بص الاطراف دي ممكن تاخديها كده وهي بعد ما تلميها اهي، اللي هي الحروف ديت بتبقى تخينه شويه، ممكن تلميها كده اهي، ايوه. لو احنا قربنا قوي وشفنا، بص علامات الفطير بص بتبقى باينه اللي هي تطلع معاكي ايه. هنقلب ديت
ونديها التسويه بتاعتها المظبوطه، او تقدري زي ما اتفقنا تسويها في درجه حراره الفرن 190. يبقى عملنا حاجات كتير جدا النهارده بالعجينه، بعجينه الفطير، وقلنا تقدري انت تعمليهم في البيت. عملنا طبعا باللحمه المفرومه، وعملنا بالسلامي، وعملنا ساده، وعملنا بالسكر، وعملنا بالشوكولاته. يعني تعالي بص اللي بالشوكولاته دي، انا عايز بقى اوريك التوريقه بقى من جوه، ده مهم. يعني بص بقى التوريقه بتاعت الفطيره عامله ازاي، بص التوريقه بتاعت الفطيره يا باشا عامله ازاي، الشوكولاته يا باشا ده شغل عالي ده. بص الشوكولاته سايحه ازاي جوه الفطير، والفطيره بص عامله ازاي طريه ومش ناشفه معاكي، شاربه معايا وخفيفه على فكره، لان انا ما بتقلش سمنه، انا بحط بس حاجات بسيطه عشان تورق معايا الفطير، وهكذا بقى هتلاقيه على بقيه الفطير اللي عندنا. نلف نشغل اهيت، دي اللي هي الساده سهله ديت، وبعد كده بتقومي جايباها حاطه عليها سكر البودر وحاطين عليها اللبن. بشكركم جدا جدا، يا رب ان شاء الله الحلقه النهارده تنول اعجابكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه من برنامج المطعم. كل سنه وحضراتكم طيبين، وبننعي تاني طبعا شهدائنا، شهداء الواجب الوطني من القوات المسلحه، العشر جنود والظابط اللي امبارح اللي ربنا اللي بنحتسبهم عند ربنا ان شاء الله شهداء رحمه الله عليهم، وبندعي لاهلهم اللي ربنا يصبرهم، ده اهم حاجه. الناس الكبيره الحلوه بتتفرج علينا، تدعي لاهلهم اللي ربنا يصبرهم على ما ابتلاهم ان شاء الله. وهو مش هو ابتلاء ولكن ان شاء الله في الجنه ونعيمها، نحتسبهم عند ربنا ان شاء الله من الشهداء. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. اشوفكم على خير، سلام عليكم.